بو حبيباتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم حبيت نوري لكم كيفاه تسنترو حجاب. كي تجيب لكم وحده قشيبه ولا حجاب كيفاه تسنترو. هلا بون، لاحظوا الشكل، راح نشوفوا الشكل قبل وبعد. شوفوا العرض تاعها لهنا قدامه داكور، ومولاتها بتيت تاي، مش غروند دو تاي، يعني مضخمه ليش الدرجه هذه. الوغ هذه قشيبه مروكيه مخدومه بالبوتشامو. راح نشوفوا طريقه مش التحويل، راح نجي نكفوا لها اليدين، راح نقسنترو لها في لي مانش، راح نسنترو لها بارتو. هذا حبيت نوري لكم الشكل كيفاه الاول تاعها، ومن بعد راح نشوفوا الشكل تاعها الثاني. اذا لاحظوا الشكل، الحجم تاعها كبير زيما، ومن بعد راح نديروا لها نحنا ستاجير تحويلات في شروطها قد مولاتها داكا. اذا استاجير راح نوريكم الشكل قبل وبعد هكا باش تفهموا انتم كيفاش راح تخدموا داكا. اذا هكا نروحوا لا تابل دو كوب. اذا البنات هكا نفرشوها بروميرمون على تابل دو كوب تاعنا داكا بالطريقه هذه. ما جو ولا تاي تاعنا ولا تاي تاعنا هنا راح تكون. اذا نحطو هنا نورمالمون سي 3 دوان ici. راح ندخل ب 4 سنتيمتر لهنا، و 4 سنتيمتر ثاني في لي اونش تاع. اذا 20 سنتيمتر اخرى و 4 سنتيمتر لهنا. اذا راح تكون عندي اول دخله بالشكل هذا هكا. بون راح نحاولوا ان نهبطوا لها، ما نهبطوهاش في الدوا، نخلوا لها لي بازمون شويه تاع الحجاب تاعها، معناها راح تدخل فينا بالشكل هذا هكا. الكات الدوا هذيا راح نبقوا ماشيين بها الى غايه الاعلى بالطريقه هذه هكا. لاحظوا مليح. اذا هنا مشينا، لاحظوا هنا احنا دخلنا لوتور دو تاي، دخلنا 4 سنتيمتر هنا، 4 سنتيمتر لوتور دي اونش 4 سنتيمتر، وهبط بالطريقه هذه داكا. ومن بعد هبط من لي اونش وانا هابطه جوسكا لو با تاعي داكا. بون، اذا هنا راح ندخل في لي مونشور ب 2 سنتيمتر، معناها راح تكون عندي لا كورب هذي هاي داكا. ثم راح نجول لي مونش وندخلو ب 2 سنتيمتر هاي، تمشي ب 2 سنتيمتر جوسكا البوان هان. اذا هذه الخدمه تاعنا راح تكون لو تور كومبليت على القشيبه، راح نخدموها ونوري لكم كيفاه طريقه التنفيذ تاعها. اول حاجه نفس الخدمه اللي خدمناها منا راح نخدموها في الدوزيام كوتي تاعي داكور. اذا نفس الخدمه تاعي هذه مش راح ندير لها هنا، ما تقصوش حتى تكملوا كل شيء. اذا راح تهزي القشيبه تاعك في الكوتي الثاني، تبقاها اون دو بالطريقه هذه. هنا دائما الحاجتين المتمثلتين لازم يكونوا بنفس الخدمه. اذا انا هنا مش راح نرسم الراس، اذا راح تهزي الجهه الثانيه وتحطيها فوق الجهه هذه داكا. هاي كامله. بون واش راح تديري انتي هنا؟ اذا فوالا هاي هكا قاعدين نطبعوا فيها. كي نقلبوا سي بون طبعناها ها هاي هكا. غير تبعي لا كري تاعك فقط ها هي الى غير الاسفل تاعك هكا، باش يجوا متماثلتين ومتشابهتين في جوج. بون راح نجو هنا بلي مونش نفس اللقطه اللي درناها نفس الطريقه هاي. راح تلقي تقلبي لا مونش تاعك، راح تلقي لو تراساج يبان. بون هكا نكونو تراسينا القشيبه تاعنا كامل في دو كونتي تاعها. اذا راح نروحو ديريكتومون لا ماشين نخيطو ونرجع نشوف ليكم نقصوها مع بعضنا ونشوفو كيفاه نخدمو. اذا البنات هكا خيطنا لو تور كومبلي تاعنا كيما راكم تشاهدوا. ها هو من لي مونش ونحنا هابطين جوسكا لو با داكوغ. هكا كملنا الكوتي الاول والكوتي الثاني. الكفه تاع لي مونش راح نخلوها للاخيره. دوك نديكم معايا السيرجيتيز باش نشوفو كيفاه راح نقص، وما نقصش بالمقص، نقص ديريكتومون بالسيرجي منها فيها، مني نقص ومني ندير ثلاثة لا خطرة واحد. إذا هكا نجيكم معايا إلا سيرجي
بون بسم الله. اذا هكا روحوا بعد عندنا خدمه كيماك ما تقصوش بالمقاس داكا اخدموا ديريكتومون تراسو ديروا لو تراساج تاعكم واش تسحقوا. البنات اللي عندها سيرجوتز لازم هذه تتقفل مثلا تعطى تخمي في تيسور شين وتطرش قلبره تتكسم قلبره قادر تضربك في عينك هذه ديما تتقفل ما تطلعوهاش. انا نطلعها غير كي تطلع لي تنحي لي لو فيل بالركب فقط لكن ديما هذا ديما كالواقي العيني داكور. اذا بسم الله بون لو بيد بيج ديما تكون على الخيط على الخياطه اللي خدمتها وتبدي اخدمي بالطريقه هذه. الكوتي هذا سي بون نروحوا للكوتي الثاني تاعي انا دو كوتي ومن بعد نديروا لي مانش سلفله باه نكفوهم ونشوفوا شكلها واجد على المانكا قبل وبعد. اذا نفس الطريقه ديما البيوت بيش تكون على الخيط فوق الخياطه وفي اتونسيون البنات ساعات سي لي سيجوتوز تهدركم وتاكليكم القماش من تحت سيرتو ديما ايدكم تحت القماش بالطريقه هذه باش ما تاكلكمش القماش داكا. اذا تكوني متوالهيه مع الخدمه تاعك مش قاعده تخمي قاعده تخمي في حاجه اخرى لا وقت الخدمه ما نخمو في والو ناخذ غير خدمتنا هاني حولت هيلها للحجاب قدها في 5 دقائق حتى 5 دقائق مازالت ما تمتش. بون روحوا دركا اليدين باه نكفوهم انتبهوا مليح ما تجيبش ديري سورفيلاج ديريه من برا في اليدين هاك بالطريقه هذه ماشي من الداخل باسكو كاين ناس اخرى عم قال نشوفوهم يديروا في السورفيلاج يديروا فيه من الداخل لا تخرجي تعملي سورفيلاج على الجهه البرانيه تاعك لكن كيف تبقى الجهه هذه اللي باينه. اذا انتبهوا مليح ها هي لا مونش كيف هدرنا لها السلفله نروحو لامونش الثانية نديرو هذا الدرس هو كومون سانتخي اون غوب و بيان اون حجاب ولا حجاب ولا بيان اون غوب حجاب افيك اون ميثود فاسيل داكوغ معناها نديرو السورفيلاج اللي بلاخرى معناها ما تقصيش تتراسي فقط هذي لا ميزور تاع الكليون تاعك تتراسي لها فقط ومن بعد تجي هنا منك تقول كي تخيطي وتاكدي بلي تاعك صحيح تجي هنا تقصي وديري كل شيء داكا. بون هكا كملنا سيرجوتيز نرجعوا لا تابل دو كوب تاعنا بون البنات بعد ما خيطنا في سنترنا سي بون ها هو الشكل تاعو كيف هو ولا راح نقلب ليكم الشكل الداخلي بتاكدوا بلي راه كلش جا مضبوط. بون انتبهوا للخدمه ولا فينيسيون وشوفوا الشكل الجديد تاعو كيف هنا سنتري وهنا ايفازي داكور. اذا الخدمه الوحيده اللي بقت لينا هي لوغلي راح نروحوا ونديروا لوغلي على بعد 1 سنتيمتر نديروا رابيدمون ونرجع لكم وهكا نكونوا كملنا الحجاب تاعي. اذا البنات هكا كملنا من الباع وكملنا لي مونش كفيناهم. اذا مباشره راح نشوفوه على المانكا شكله النهائي كيف راح يكون وريت لكم الطريقه السهله السهله والسريعه لي لو سانتراج دون روب بيان دان حجاب يعني بطريقه سهله جدا ما تقصوش قادره بعد ما تقصي تجيك ناقصه ولا تجيك نو احكمي لو تراساج احكمي لا تاي تاع الكليونت تاعك وتراسي كوتي واحد وبعد ارسمي لي الكوتي الثاني وخيطي وبعد كي تاكدي بلي خدمتك صحيحه روحي ديريكتومون وقصي. اذا عندك سيرجوتوز اخدمي بالطريقه اللي وريتها لك اذا ما عندكش قصي بالمقص الزياده تاعك كامله داكوغ. هكا نشوفوا على المانكا الشكل تاعو بعد. اذا البنات لاحظوا كيف هو الشكل الحجاب بعد ما سنترناه
بون انتبهوا منيح، قصينا له يديه، قصينا له لي كوتي كيما وريت لكم، شوفوا كيف ولا بيان سنتري على حسب كليونت تاعنا. ها هو شوفوا لو سنتراج كيف ماه، ها هو الكوتي اللي خدمناه نتاعو، شوفوا السنتراج تاعو، هذوما لي مونش قصيناهم وكفيناهم. بون هكا نكونوا كملنا لها الحجاب تاعها، عملنا ليه ترانسفورماسيون في 10 دقائق كلش على بلاطاي تاعها بكلش، وخدمتها في 10 دقائق. اذا هذا بعد نحط لكم لا فوتو قبل ولا فوتو بعد باش تلاحظوا استدير التغيير في الحجاب. سنترناه لها من لي مونش ونحن هابطين جوسكا لو با، وريت لكم الطريقه الصحيحه للسنتراج تاع الحجابات. بون هكا تكونوا عملت لكم درس في 10 دقائق فقط باه تعرفوا الطريقه الصحيحه للسنتراج. اذا ما تقصوش جامي، تقصوا قبل ما تخيطوا، تحكموا لا تاي تتراسها ترسمها ومن بعد تخيطها، تتاكدوا خدمتك متاعها، تعدوا للسيرجوتاز وتكملوا الباك. اذا هكا نقول لكم حبيباتي، نتمنى لكم التوفيق في العمل تاعكم. خلي غير نقول لكم لا تنسوا الالتحاق بقناتي، قناتنا نوعلي في تصميم الازياء، لا تنسوا ايضا الالتحاق بمجموعه العمل، ولا تنسوا الالتحاق والمشاركه الكبيره والسريعه في القناه، لانكم راح تعملوا في المسابقه وتتحصلوا على مسابقه 10000 ان شاء الله. كي نوصلوا لها راح نديروا مسابقه 10 اللي يقروا عندي غراتويتمون. تمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم.